اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم سعيد واحمد ثابت بيتفاوضوا معايا، ها بيتفاوضوا معايا بيقولوا لي ايه نسافر، قلت لهم لا انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه خالص، حضرتك ابعت او اتصل يا تسافر. ازيكم؟ ازيك كريم؟ عامل ايه؟ قول له تمام. ازيك ابو امين؟ الحمد لله تمام. معايا ده مجانيه انا. الله، ده كله دلوقتي بيقول انا عايز اسافر، كله بيتفاوض معايا دلوقتي على اللي يسافر. على فكره انا ماليش اي علاقه، ده هي حاجه كمبيوتر، يعني الكمبيوتر هو مش انا اللي هختار، وهتبقى على الهوا يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، هيبقى الموضوع على الهوا امام حضرتك، تفتح تلاقي، ممكن تلاقي اسمك، تسافر تتفرج على مباراه الاهلي ومونتيري ان شاء الله، اولى المباريات للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فطبعا انا كريم واحمد، حتى لو شفت رقمهم انا هحفظه، لو شفت رقمهم هقلبه واشوف حد تاني. ازيك يا كريم؟ كله كويس؟ الحمد لله. طب الحمد لله. خلينا نبدا معاك بمنتخبنا الوطني، وهو الشغل الشاغل الحقيقه. طب ومش عشان انا في قناه النادي الاهلي الحقيقه، ولكن انا بشوف ان محمد مجدي قفشه افضل لاعب في مصر خلال الموسم السابق وبدايه هذا الموسم، هو من افضل اربعه او خمسه لاعبين. كيف لا يمكن ان اختار، او كيف يمكن ان لا اختار محمد مجدي قفشه في 25 لاعب موجودين مع منتخب مصر؟ طيب. اختيارات فناء، هو حر طيب. ويعمل اللي هو عايزه، ولكن طيب. انا بتكلم بمنتهى الحياديه والامانه. طب طب وطبعا مليون في الميه كيروش هو حر تماما في اختيار قائمته، وفي الاوراق اللي هو شايف انها تقدر تحقق له النجاح اللي هو مطالب بيه، وتنفذ له السيستم اللي هو عايز ينفذه. ولكن احنا من حقنا ان احنا نعقب ونحلل القرارات اللي كيروش بياخدها من ساعه ما جه مدير فني، وانا هنا اقصد قرارين مهمين، قائمه كاس العرب وقائمه كاس الامم. نعم. انا وجهه نظري الشخصيه، ما حدث النهارده ما اقدرش اوصفه الا بالجنون. جنون، قرار مجنون فنيا اللي اتاخد النهارده. بدايه كاف والاتحاد الافريقي مديني المساحه ان انا اختار 28 لاعب بسبب ظروف كورونا، واكد لي ان كل اللعيبه الزياده هو هيتحمل تكاليف اقامتها، يعني عرض، يعني زي بالظبط عرض المسابقه اللي حضرتك ان شاء الله هتكسبني انا وثابت فيه في الاسبوع الرابع. ما تصدقوهوش، اوعى حد يصدق الكلام ده، ابعت وهتشوف. تمام. الراجل فاجئنا النهارده هو اختار 25 وما اختارش 28. لا معلش تاني يا كريم، هل ده شيء معلن يعني؟ منتخب كولومبيا اختار 28. احنا منتخب المغرب كان اعلن 25 وبعدين زودوا ثلاثه اللي فيهم بنون. احنا ليه 28 ليه؟ ده احنا نختار 25 بس، احنا جامدين جدا. مهم يعني. فدي اول قرار في وجهه نظري خاطئ من المدير الفني. تاني قرار ان انت بقى بسبب القرار ده حجمت المراكز كلها في يعني اسماء مخالفه للي انت اخترتها في كاس العرب. وهدي مثلا محمود علاء. محمود علاء في وجهه نظري الشخصيه هو لازم يكون على دكه البدلاء، طالما ان احنا اخترنا الونش وحجازي وايمن اشرف. طبعا واخد ايمن مش مساك باك ليفت، واخد ايمن باك ليفت. طيب محمود علاء انت النهارده خدته، طب ما خدتوش في البطوله العربيه؟ ليه انت ما خدتوش في البطوله العربيه؟ قلت في ايه اسلام؟ كنت انا قلت لك انا مش فاهم هو عايز ايه البطوله العربيه بالظبط؟ انت واخدها تجربه ولا راح تنافس؟ ولما بدانا ننافس، طب مثلا مروان حمدي قعدت تعشمه وحرقت دمنا وعملت مشاكل كتيره جدا جدا مع الولد، وهم له الذنب يعني. مروان حمدي بالعقل كده هيجي كروش يقول له العب يا ابني 88 دقيقه قدام تونس، هيقول له لا هفرع. يعني مثلا يعني طيب انت بعد كل اللي انت عملته ده وحطمت محمد، انا بقول لك بكل صراحه، واثرت محمد شريف نفسيا في حاجات كتيره، ونزلت محمد شريف في ماتش ثالث ورابع اللي هو لحد ما ملوش اهميه كبيره قوي، النهارده انت بتتخلى عن مروان حمدي خالص وبتحط محمد شريف في القائمه اللي ما لعبش راس حربه. أيوة. ولا مر في حاجات يعني في تصرفات غير طبيعيه. طيب نيجي بقى لمحمد مجدي قفشه. طيب مجدي قفشه بدون ادنى يعني منافس، صانع الالعاب الاول في مصر في عام 2021. لا والله ابدا، اقسم بالله. طب ببساطه اللي انا بقوله حد يقول لي يا كريم انا اسف، لا كلامك غلط، في فلان يعني في عبد الله السعيد اللي انا اختاره. عبد الله السعيد لاعب خبره طبعا، انا بقول الكلام ده يعني اللي هيترد عليك بكده يعني. ما هو مفيش غيره. ما القائمه النهارده بلاي ميكر الوحيد فيها عبد الله السعيد. اوكي. عبد الله السعيد لاعب عنده 36 سنه، لعيب خبره عاليه جدا 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 جدا، يمتلك من الذكاء داخل الملعب
حاجات كتيره جدا. وعبد الله فعلا من ايام ما كان مع النادي الاهلي بنتكلم على واحد من اهم اللاعبين في مصر في اخر 10 سنين. نعم. ولكن النهارده عبد الله السعيد اكيد نسخه عبد الله السعيد 2021 مش هي نسخه عبد الله السعيد 2017 مع هيكتور كوبر او حتى مع الكابتن حسام البدري لما كان مدير فني للاهلي، لان في فوارق بدنيه ولياقيه اكيد في الاربع سنين دول اتغيرت. وبالتالي النهارده لما انا اجي اقول صانع العاب مصر الاول في القايمه اللي راح تلعب كاس افريقيه عنده 36 سنه وملوش بديل في القايمه، ده هنا قرار غريب من المدير الفني. فانا اشوف ان تاني كيروش خد بعض القرارات غير المنطقيه. اضافه على ده انا هبدا الامانه بكل صراحه ابص على الاخبار اللي تم تسريبها عن وجود مشاكل داخل الجهاز الفني، وان هو يعني منفرد بالقرارات وانه ما بيحبش حد يتدخل معاه في الاختيارات. واضح جدا ان في ما فيش سيستم. حقه يا كريم معلش. لا انا بس بتكلم على سيستم. انا بتكلم سيستم اوكي، لكن لا انا بتكلم عن مشاكل الجهاز الفني انا كراجل مدير. طبعا اشارك ايه هو كيروش اكيد مليون في المية كيروش. انا اللي بختار. قول لي رايك يا كريم، عايز محمد مجدي قفشه ولا مش عايز؟ انت عايزه احمد سيد احمد ثابت عايز أي. احمد عايز مجدي قفشه مش عايزه اي لا عايز مجدي قفشه مش عايزه عايزه. طيب اوكي ماشي، اجي نكتب الاسماء هكتب انا ان محمد مجدي قفشه ماشي اوكي تمام. انا بس هنهي وجهه نظري بحاجه اخيره، لان اللي انا عارفه تمام اللي انا عارفه أي. كمان معلومات وليست اجتهادات. نعم. ان كان هناك ضغط كبير على مش ضغط يعني كل الاراء المساعدين لكارلوس كيروش كل المساعدين كانت بوجود مجدي قفشه. اكيد ده مليون في المية بوجود مجدي قفشه ووجود طارق حامد بالمناسبه. طبعا ودي النقطه الاخيره كنت هقولها. طارق حامد النهارده احنا بنتكلم على مدير فني بيلعب بطريقه 4 3 3. طريقه 4 3 3 اكتر اربع لعيبه او اكتر خمس لعيبه بيتم استهلاكهم بدنيا هم الثلاثه بتوع خط الوسط والاثنين فول باكس. دول اكتر خمس لعيبه في ال11 بيجروا في الطريقه دي. طيب طارق حامد اوكي كان واضح جدا في مشكله شخصيه ما بينك وما بينه. طارق حامد نتفق او نختلف، واحد من اهم لاعبي الارتكاز في مصر في اخر 10 سنين. عنيف شويه بنقعد نتكلم على الايه طريقه لعبه طريقه لعبه بنتكلم وبنتكلم على لكن في النهايه لا لكن طارق حامد من افضل لاعبي خط الوسط في مصر السنه. وانا بلعب بطريقه انت بتقول كده وانت في قناه الاهلي خلي بالك. اوكي ماشي، احنا بنتكلم كوره حابب كام كور. وانا بتكلم على مدير فني بيلعب 4 3 3. طيب التلاته ده استخدمهم في خط الوسط اللي هو طبعا اكيد منهم عبد الله السعيد اكيد انت اللي مختاره. صح. طيب لان طبيعي ما اعتقدش في ماتش هتنزل تلعب بمين حمدي فتحي والنني والسوليه، هتبقى غريبه شويه ما فيهمش لعيب عنده الحته الزياده او الحته بلاي ميكر اللي انت كمان استغيت عن قفشه، يعني انت عملت كوكتيل كده غريب. طيب طارق حامد النهارده افرض انت حد عندك في نص الملعب الشوط الثاني في ماتش انجولا هناك لعب كده زي ما انت بتقول ماشي ما هو اوريدي احنا كنا مغلوبين 2-1 تعادلنا والحال كان سيء الحال كان سيء جدا كمان. فبالتالي انت بتعمل كوكتيل اختيارات غريب. فعدم اختيارك لطارق حامد في كاس الامم الافريقيه يوضح ويؤكد ان انت عندك مشكله شخصيه معاه، ده مش فني. لان انت لو قلت لي ده فني لا انا اسف، ده هنا في ازمه كبيره جدا. لان انت النهارده بتتخلى عن واحد وقمت فين يا كابتن اسلام بطوله افريقيا اللي انت اصلا بتحتاج فيها لاعب قوي بدنيا صح قوي يقدر يصد مع وسط مع خط وسط نيجيريا، يصد مع خط وسط اوغندا، يصد مع خط حتى ايفن السودان. وان شاء الله لما نتاهل باذن الله فين هنا انا بتكلم عن معايير لازم حضرتك عن معايير. لما اسالك اقول لك انت خدت ده بناء على ايه؟ تقول لي والله مستبعد احمد رفعت ليه؟ نعم استبعد احمد رفعت ليه؟ ما اعرف والله ما اعرف فعليا والله ما اعرف. طب هو طب هو رمضان صبحي بعيد بقاله فتره، عبد الله نفسه عبد الله عنده كورونا وبعيد بقاله فتره، دخلته المنتخب ما هنا مفيش مكان. طب تريزيجيه طبعا تريزيجيه اسم كبير جدا واحنا فرحانين جدا 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 ان تريزيجيه رجع المنتخب. تريزيجيه ما بيلعبش كوره بقاله اكتر من 9 شهور. طب واحد زي ابراهيم عادل، لاعب زي ابراهيم عادل بنتكلم هنا على العدل، هيقول ايه جوه قراره نفسه؟ النهارده الولد مقطع نفسه فعليا ومجتهد جدا جدا ولعب بلاي ميكر ولعب سي اف ولعب اس تي ولعب مهاجم صريح. ده دلوقتي هو قاعد في بيته يقول ايه؟ بس انا مش شايف معايير بصراحه للاختيار، ولكن الراجل حر في قراره وهنحاسبه على القرار ده
في النتائج هتتحقق. احنا كل ده يا جماعه بناخد راي كريم، لسه هناخد راي احمد ثابت. كريم بقى له 10 دقايق. يمكن رايي يعني ممكن انا ايه ابص على عقل كيروش فكر ازاي. اوكي. يعني التجربه كيروش فكر ازاي ان هو يختار القائمه. كويس. فانا انا شايف ان اختياراته مبنيه على طريقه لعبه. هو كيروش عامل ايه؟ بيلعب 4-3-3. اوكي. خلاص طبعا هو مبدئيا طارق حامد وقفشه كانوا يستحقوا الاثنين الانضمام للمنتخب، ولكن مفيش قائمه منتخب ما بيحصلش عليها اعتراض، خاصه لو انت رايح بطوله كاس عالم او كاس امم او اي بطوله، حتى المغرب فيها الكلام ده. ممكن يبقى النقطه فين؟ طيب هو انا لو اخترت طارق حامد على حساب مين؟ ما انا هقول لحضرتك اهو بالاسماء. طيب لو تعال قفشه على حساب مين؟ ماشي هقول لحضرتك، تعال نمشي مركز مركز. اتفضل. ماشي، اول حاجه في حراسه المرمى هو مختار اربع حراس. اربع حراس. محمد الشناوي، ابو جبل، محمد صبحي، محمود جاد. تمام. الاربع حراس، هل في جدال ان في حارس معاهم مثلا او ممكن حد يخش؟ اعتقد ان الاربعه ماشيين بشكل كويس. الاربع بس حراس بس كده هيخرج الاربعه. ماشي، ما هو الرابع ممكن كتير. يحصل اصابه، يحصل هو الراجل ممكن أربعة يعني كتير. اربعه كتير شويه. بس يعني اربع حراس مش وحشه قوي، يعني مش يعني شايفها مش يعني ايه مش وحشه قوي، هيستبعد واحد مفيش مشكله يعني. طب تعالى بقى نشوف باقي المراكز. انا شايف ان كل مركز هو واخد مركز والبديل بتاعه، يعني ده اللي بيدور في عقله. تعالى نشوف الباك اليمين، هو واخد مين باك يمين؟ اكرم توفيق وبديله عمر كمال. استبعد مين؟ استبعد احمد رمضان بيكهام اللي كان مفروض في المكان ده، واحمد فتحي برده ما خدوش. هو اقتنع بعمر كمال في الكاس العرب، واكرم توفيق ماشي بشكل كويس، هو غالبا اللي هيبقى الاساسي اكرم وبديله عمر كمال. طيب تعالى نشوف المساكين، الاثنين الاساسيين بتوعه مين؟ احمد حجازي والونش. مين بديل حجازي؟ محمد عبد المنعم. ومين بديل الونش؟ محمود علاء. طيب كان عنده مين في كاس العرب؟ كان عنده احمد ياسين، اداله وواضح ان هو ما اقتنعش بيه قوي او خبراته قليله، وهو اقتنع بمحمد عبد المنعم اكتر. اختياراته بتقول كده، ان انا اقتنعت بمحمد عبد المنعم اكتر، شايفه مدافع بروميسنج، فحطه مع حجازي والونش ودخل محمود علاء. ده اللي يعتبر غريب شويه بالنسبه لي، يعني محمود علاء طب انت ما خدتوش معاك في كاس العرب ورحت مدخله كبديل. ماشي، ممكن يكون ده دليل ان هو ما اقتنعش باحمد ياسين بتمركزاته. ما خلي بالك مباراه الاردن اعتقد كان ليها دور في عدم الاقتناع باحمد ياسين تحديدا مباراه الاردن. الاردن صح. تعالى بقى للباك ليفت. الباك ليفت مين؟ احمد فتوح ده الاساسي. مين خد بديل؟ كانوا متوقعين محمد حمدي، استبعد محمد حمدي واخد ايمن اشرف باك ليفت، اللي هو اصلا كان بيلعب ايمن اشرف في ارتكاز ومساك، فتفكيره اتغير واخده كبديل ليه؟ عشان كذا مركز بيلعب عشان جوكر، والحاجه الثانيه ايمن خبره طبعًا. بيلعب افريقيا ولعيب كابتن ومن كباتن النادي الاهلي فخده. ده بالنسبه للخيارات. طب تعالى نشوف بقى الثلاثه الارتكاز اللي هم عليهم الازمه كلهم. مين اللي بيلعب في مركز طارق حامد اللي هو الارتكاز الدفاعي؟ حمدي فتحي. اعتقد انا شايف ان حمدي فتحي افضل ارتكاز في الحته ديت. بديله مهند لاشين، هو الراجل مقتنع بمهند لاشين من اول يوم جه فيه. ده قناعات شخصيه عند الراجل، هو مقتنع بمهند لاشين، يمكن شايف اعتقد ان هو شايف ممكن ان كورته احسن شويه من طارق حامد، طارق حامد كورته اقل شويه من مهند لاشين، ولكن طبعا طارق ورك ريت اعلى، استخلاص الكرات اعلى، فهو ده يعني ده تفكيره، ممكن حمدي فتحي بديله مهند لاشين. طب تعالى الناحيه الثانيه اللي هو الارتكاز اليمين، مين؟ عمرو السوليه الاساسي، واخد مين بديل عمرو السوليه؟ احمد سيد زيزو. امام عاشور. او امام عاشور. امام عاشور. صح. الناحيه الثانيه مين؟ الارتكاز الثاني النني. مين بديل النني بقى اللي عليه الازمه؟ عبد الله السعيد. هو قناعاته اختار ممكن خبره عبد الله السعيد، او بصراحه هو من اول يوم جه في المنتخب هو مش مقتنع بقفشه. من اول يوم باين جدا ان هو نفسي اعرف ليه يا جماعه. ما هو انا دلوقتي وانا برضو مش عشان قناعه، احنا كنا اتكلمنا على طارق حامد مثلا فاهم، لكن انا مثلا عايز اعرف دلوقتي واحد مش عارف، ما اعرفش يعني. لو تقول لي ارقام قفشه مثلا، قفشه ارقامه أفضل اعلى من عبد الله السعيد. افضل ارقامه اعلى من عبد الله السعيد، وبعدين مقدم بشكل كويس. بس لعيب اصغر في السن، واصغر في السن بنتكلم في السيستم. بس خلي بالك هو هي بتبقى قناعات في الاخر بديل. خلي كابتن اسامه برضه شرح لنا الحته دي يا كابتن، لا عشان برضه الساده المشاهدين يعني يبقوا معانا في الحته دي. عامل السن في المنتخب ده عامل مهم ومؤثر ولا لا؟ طبعا عامل، بس الخبره هقول لك على حاجه. هو كنت خدت احمد لو الخبره كنت خدت احمد فتحي بقى مثلا. ماشي، بس خبرته اعلى من اكرم واعلى من في تشكيل ثابت واضح لكروش اللي هو هيلعب بيه ده مليون المية. ده التشكيل الاساسي بتاع منتخب مصر واضحه، يعني اللي هو مثلا الشناوي، اكرم، حجازي، الونش، احمد فتوح، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد النني، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد. ده التشكيل الاساسي. طب عمرو السوليه مصاب، اللي هو مصاب في اول ماتشين، غالبا هيدخل مين؟ عبد الله السعيد، هيبقى ده التالت بتاعهم. تعالى بس نكمل بقيه الهجوم. محمد صلاح مين بديله؟ واخد زيزو.
برضه مصطفى فتحي كان لعيب كويس وماشي بشكل كويس وكان يستحق، بس هو اقتنع بزيزو لا بدنيا لا يصلح بدنيا فهو صح. شايف زيزو تمام الناحيه الثانيه تعال نروح مين عمر مرموش واخد بديله مين تريزيجيه ورمضان صبحي، هو واخد تريزيجيه في مكانين يعني تريزيجيه يشتغل في الارتكاز الثالث وبديل لمحمد صلاح لا ويمين وشمال ويمين وشمال الاثنين يعني ثلاث اماكن لتريزيجيه تمام راس الحربه مصطفى محمد بديله مين محمد شريف. في برضه هنا نقطه سؤال برضو يحير شوية، افرض حصل إصابة لمصطفى محمد لا قدر الله هنعيش البطولة كلها بمهاجم واحد معاك مرموش وبعدين ساعات بيلعب غير كده وكده مصطفى محمد طريقة لعبه مختلفة تماما مختلفة فانت يعني لو لعبت بطريقة صح. مصطفى محمد هتبقى محتاج ان تعمل مهاجم محطة بتطلع عليه بيجيب لك فاول محمد شريف مش كده صح عكس كده محمد شريف طبعا يجب ان يكون هناك اختلاف دايما في نوعيه اللاعبين اللي عندك بس المهاجم المنتخب اللي زي مصر بيبقى محتاج اكتر من راس حربه لا نوعيات مختلفه بمعنى لا هي طريقه لعب انا كمدير فني بلعب على مهاجم تارجت ولا بلعب على محمد شريف بلعب على مهاجم رانر ولا تارجت صح بلعب صح. زي جوارديولا مثلا من غير انا صح. بمعنى الكلام اللي هو عامله ده هو مش مفهمك ان هو بيلعب او حتى كان خد ثلاثه حتى كان خد ثلاثة مثلا واحد متحرك زي شريف واثنين تارجت مع بعض بالظبط كوكا يعني ومصطفى دي الحته او احمد يعني ياسر ومصطفى لكن بالنسبه لاستبعاد قفشه واستبعاد طارق حامد هو واضح من اول يوم ان هو مش مقتنع قوي بقدرات انا شايف كده بصراحه من اول يوم يعني حتى لما جه وجه في المباراه ايه سبب عدم الاقتناع في ظل يعني انا راجل مثلا انا احسن واحد احسن لاعب وصل احسن صانع العاب في مصر السبب الاساسي ان هو اتفضل كملها بس بعدين فانا قصدي اقول لك ايه ان انا كمحمد مجدي قفشه انا قاعد مع نفسي في البيت كده والله بجد انا هبقى قاعد بفكر هو ليه الراجل ده بيعمل معايا كده مع ان انا افضل واحد عملت اسيستات خلال الفتره اللي فاتت وكسبت مع النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا وكسبت مع النادي الاهلي افضل لاعب مهاجم بيعمل اسيست وافضل صانع العاب وافضل 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 لما عفوا لما بيطلب مني ان انا العب في وسط الملعب بلعب في وسط الملعب بيطلب مني ان انا العب شمال بلعب ما بيكون مستواي اقل بس بلعب والنادي الاهلي بيعتمد عليا بشكل كبير انا كمحمد مجدي قفشه وانا قاعد كده وباصص يعني هتبقى مثلا مراته قاعده معايا يقول لها يعني انا اعمل ايه تاني اكتر من كده عشان صح. العب في منتخب مصر واكسب منتخب بلدي ممكن عشان قفشه مركز 10 صريح والراجل بيلعب بثلاثه ارتكاز 2 8 فهو قد يكون شايف ان قفشه في حته الثمانيه مش زي 10 لا لا استوسع لا دي عبد الله لا سامع معلش الحته دي لا لا ما سامع بجد في عبد الله طيب انا بتكلم من وجهه نظري انا اتوقع ان ده فكره على السوشيال ميديا النهارده انا مش فاهمه السؤال بس انت عايز تقنعني ان عبد الله السعيد في 2021 هتلاعبه ارتكاز ثالث قدام اي فريق افريقي حتى ايفن لو يعني السودان عبد الله اخره 60 دقيقه اسهل لا استنى بس اقل ما فيش مباراه اقل مباراه فنيا قدام المنتخب السوداني انت هتلاعب عبد الله السعيد في واجبات دفاعيه وتقول له خد المسافه دي رايح جاي كل شويه وهو هيتفوق على مجدي قفشه لياقيا دلوقتي ده غريب ما انا ما ينفع ده مش منطقي انا بقول لك اهو انا كمجدي قفشه احساسي من جوايا يعني انا كمجدي افكر ازاي في الموضوع يعني اقعد كده مع نفسي طبعا انا متاكد لان انا الحقيقه عارف ان محمد مجدي قفشه واحد من اللاعبين اللي نفسيتهم حلوه جدا خلي بالك شخصيه طيبه يعني لو شخص طيب قوي يعني هيطلع يقول لك ايه يا جماعه ان شاء الله وده طبعا ده الطبيعي ان احنا كلنا كمصريين ولكن انا غيرتي ان انا عايز العب عايز ابقى موجود مع منتخب مصر عايز اكسب الماتشات عايز احاول ان انا اكسب الماتشات انا بشوف ان مجدي قفشه انا بقول لك اهو من دلوقتي ما اعرفش انا حاسس بكده هيكون له دور في صعود مصر لكاس العالم ان شاء الله ربنا هي يعني الظلم وحش يا كابتن لان طبعا الظلم وحش الظلم في الكوره وكمان الظلم في الكوره بيبقى مبني على خيارات زي مثلا ببساطه عشان اكمل على الاسلوب اللي احنا كنا بنتكلم فيه وانا عاجبني الطريقه مهند لاشين لما اجي اختاره النهارده على حساب طارق حامد هسال هنا سؤال مهم قوي مهند لاشين خبرته الافريقيه سواء في الانديه او المنتخبات كام في الميه الاجابه صفر مش حتى 1% صفر صفر طارق حامد بنتكلم على سنين كتيره نفسه مع مجدي قفشه مجدي قفشه عامل وعنصر اساسي في فوز النادي الاهلي باتنين دوري ابطال افريقيا بالزبط. ورا بعض برافو عليك عنصر اساسي فانت بتتكلم على استبعاد سيبه من الفنيات بتتكلم على خبره كبيره في الملاعب الافريقيه السيئه قدام الانديه اللي بتلعب باسلوب لعب عشوائي وضرب وخناقات انت خسرت كل الخبره دي لمجرد ان انت عندك فكره في دماغك انا بصراحه يعني الله اعلم ايه هي بس يعني ما حدش فاهمها
بس هي قناعات يعني المدرب الاجنبي بيبقى عنده قناعه. يعني بقول لك لما كنت مع خفير اجير اشتغلت معاه مباراه واحده مع كابتن هاني رمزي، احنا كنا حاطين قايمه، جه خفير اجير عمل نفس كده. هو القناعات الاجنبيه عند الراجل مدرب اجنبي بيبقى مقتنع بلاعب معين، شايف في ميزه معينه عايز يطلعها. يعني زي مهند لاشين اعتقد ان هو قد يكون شايف ان كورته حلوه من تحت، يعني هو برده حتى مختار حمدي فتحي، حمدي فتحي بيعمل الدور ده كويس قوي مع النادي الاهلي، دور الليبرو المتقدم اللي هو كورته حلوه من تحت، فهو عايز واحد مقارب ليه مهند لاشين. دي الفكره برده، اعتقد ان ده يعني ده اللي بيدور في عقله. برده الناحيه الثانيه هو ممكن يكون شايف مثلا قفشه بدنيا، ما اعرفش يعني عبد الله السعيد برده بيلعب 60 دقيقه بس، لو قلنا مثلا ان قفشه بدني مش عالي قوي في البدني او في القوه البدنيه، عبد الله السعيد بيلعب 50 60 دقيقه هتاخده اخره هيلعب 50 دقيقه في الماتش وبعدين هتضطر تغيره. ده اللي هيحصل. يعني مباراه نيجيريا لو بدات بعبد الله السعيد لان عمرو السوليه مصاب في اول ماتش، هيبقى غالبا التشكيل زي ما قلنا كده، هيبقى مثلا عبد الله السعيد وحمدي فتحي ومحمد النني الثلاثه اللي في وسط الملعب، غالبا هيحصل ان بعد اول 60 دقيقه هيتغير ومثلا هيضطر ينزل زيزو، هيستخدم بقى زيزو. خلي بالك الكلمه اللي انت بتقولها دي او التشكيل اللي انت بتقوله ده بيهدم الفكره اللي انت كنت بتقولها من شويه، ان هو مش واخد محمد مجدي قفشه عشان أيوة. وبيلعب 10 صريح. ايوه بالظبط. لا هو عبد الله هيلعب 8. لا 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 في الحاله زي ما زي ماتش ليبيا قفشه بيلعب 8 زي ماتش ليبيا. فاكر ماتش ليبيا اللي حللناه هنا؟ هو بدني ثابت في الحاله الهجوميه وانا بهاجم، عبد الله هيلعب 8 ما هيلعب 10 قدام، هيلعب 10 هيزيد بس. أيوة. هي طريقه لعب كروش 4-3-3، محمد صلاح هو اللي بيبقى صانع الالعاب بتاع المنتخب، والوينج بيتحول كمهاجم تاني، يعني هو عمر مرموش هيبقى مهاجم تاني جنب مصطفى، محمد صلاح بيخش للعمق كصانع الالعاب. عبد الله السعيد هتلاقيه ورا المهاجم ده طبعا طبيعي. طبعا عبد الله بيخش لعب. ايوه طبعا عبد الله مع عمر مرموش. بس هو احنا لو تفتكر ماتش ليبيا كنا حللناه 4-3-3، كان بيلعب بمين؟ السوليه والنني وعبد الله السعيد، ده في الحاله الدفاعيه. بعدين هو في الاول ما كانش مقتنع بنسبه 100% بحمدي فتحي قوي في اول لما جه خالص، بعدين لما شاف الاداء وشاف اللاعب على طبيعه الملعب بقى بالنسبه له رقم واحد حمدي فتحي، من ساعه لما نزل في المباراه اللي هي تقريبا بتاعه انجولا او اللي قبلها اقتنع بيه، بقى عنده حمدي فتحي رقم واحد جنبه السوليه جنبه النني، بعدين بدا يدخل يرجع تاني عبد الله السعيد. فهي كانت المقارنه ما بين عبد الله وقفشه، واحد من عبد الله بالنسبه لهم كده ده تفكيرهم. يعني انا اعتقد ان ده اللي كان بيدور في عقل كارلوس كيرو. بس الاكيد يا كابتن اسلام ان تجربه كاس العرب لم نستفيد منها اي شيء، ده الاكيد. خسرنا معنويات لعيبه كتير، وطبعا خسرنا البطوله اللي المفروض كانت في وجهه نظري الشخصيه كانت سهله ان احنا نكسب البطوله دي، تخطيط فيها كان سيء جدا، كمان انت تسببت في وجهه نظري الشخصيه انك بنيت حواجز مع لاعبين كتير، وربما ده في بطوله مجمعه بتبقى معتمده على الجزء النفسي اكتر من الجزء الفني. حتى الحته دي كنا دايما بنتكلم عليها ايام الكابتن حسن شحاته، البطولات المجمعة بتبقى عايزه جزء معنوي واللعيبه افضل. ده دور المجموعه المعاونه لكارلوس كيروش تيالي، يعني في كل الاحوال اللي حصل حصل، وكما تم اختيارها ربما يكون في مساحه خلال ال 48 ساعه الجايين او لغايه يوم الجمعه ان احنا نعمل زي المغرب، نضيف ثلاثه ونضيف ثلاث لاعبين ربما، واتمنى تبقى خطوه من الجهاز الفني كويسه. هم 28 بيسافروا ما زي بدر بنون، بدر بنون لا يتم كورونا بس في حاله كورونا، لو حصل لا قدر الله لاي لعيب جاله كورونا بيحصل استبدال بالزبط. لكن هم 23 الاساسيين والخمسه اللي هم الاستبدال في حاله اصابه كورونا فهو خد اثنين بس استبدال بالظبط، واحد حارس مرمى وواحد مش معروف بقى اللي هو كوليشن كان كوليشن كان. يعني والله الحقيقه في الاخر هي اختيارات وجهات نظر، وتاني احنا دورنا كناس محللين ومتابعين للامر فعلا من حقنا، من حقك انك تعمل اللي انت عايزه، واحنا من حقنا بعد بقى ما نخلص البطوله نشوف الناتج اللي احنا تحصلنا عليه قدام اختياراتك. وضعنا في الاعتبار دي بقى معلوم، كيروش في عقده مع اتحاد الكوره غير ملزم خالص بكاس الامم. هو كاس العالم بس اذا لم يخرج مع بعض، حتى لو خرج من دور المجموعات، حتى لو خرج من دور المجموعات عقده مع اتحاد الكوره غير ملزم بتحقيق اي شيء في كاس الامم. اول تارجت او اول هدف في عقد رسمي ده اللي مضوا عليه مع كيروش هو الوصول ل المونديال. ياه جميل، كلام حلو جدا. يعني كده ان شاء الله لغايه شهر 3 ونشوف اللي هيحصل ايه في شهر 3 وننتظر ماذا سيحصل. سؤالنا كان ايه في من هو لاعب العام في النادي الاهلي؟ عشان هنعمل حصاد او استفتاء دلوقتي. مين بقى؟ ما تقولش مين طبعا، بس يعني نلعب شويه في الموضوع. في اسامي كتير لاعب العام، يعني ممكن أسامي الناس كتير. ممكن ناخد الناس تختار. الهاشتاج كريم مثابت مع الشاطر
محمد هاني اتنين بيقول محمد شريف وعلي معلول ماشي. منار بتقول والله كل الفرقه نجوم وخاصة الشناوي وعلولو وقفشة والسولية. مصطفى تافة بيقول أفضل لاعب في العام 2021 هو النادي الأهلي. سيد عمر بيقول أفضل لاعب في الأهلي لسنة 22 الشناوي أيمن أشرف عمرو السولية. عبد الرحمن محمد بيقول محمد شريف هو أفضل لاعب في النادي الأهلي خلال 21. ألاء أو علاء حمدي فتحي والسولية. دكتور عماد بيقول محمد شريف معدل تهديفه ممتاز وكان له دور كبير في العشرة بأهدافه الحاسمة. محمد مون بيقول محمد مجدي قفشة. أحمد عبد الرازق عمرو السولية. أبو تميم محمد شريف. حازم صلاح بيقول أكرم توفيق. عمر إبراهيم بيقول السلام عليكم مساء الفل على الكباتن، أعتقد أكرم توفيق حمدي فتحي عمرو السولية هما أبرز لاعبين في النادي الأهلي. محمد سكر عمرو السولية أداء ثابت طوال الموسم. شرف بيقول واحد من حمدي فتحي أو السولية أو أكرم. أحمد بيقول أفضل لاعب النادي الأهلي يحتاج عماد النحاس كمدرب عام. منشوف محمد حبيب أفضل لاعب من وجهة نظري هو كابتن محمد الشناوي ربنا يحفظ. تمام. عصام فاروق بيقول اليو ديانج او اليو ديانج. فناس كتيره جدا كاتبه ما بين بقى السولية، حد كاتب الدبابه اليو ديانج ده شريف. صلاح ابو عبده بيقول افضل لاعب مش لاعب واحد علي معلول الشناوي اكرم توفيق اليو ديانج محمد شريف يعني الفرقه كلها. سليم عبد الباسط بيقول افضل لاعب هما ال 11 لاعب. هنكمل كل ابعتوا لنا على هاشتاج ثابت وكريم او كريم وثابت مع الشاطر، ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها او قولوا لنا من هو لاعب العام في النادي الاهلي هذا الموسم من وجهه نظر حضرتك. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم خليني ابدا بيك ايضا واحنا بنتكلم عن دوري ابطال افريقيا. نعم. و موسيماني بيختار اربع او ثلاث فرق من اقوى الفرق الافريقيه. اكيد طبعا قرعه في وجهه نظري صعبه، قرعه مش سهله، وبرده مش عايزين نجرف للكلام ان النادي الاهلي وقع في قرعه سهله والانديه في السودان بتواجه بعض المشاكل. اه طبعا ده حقيقي فعلا، ولكن لازم احنا مستعدين وشايفين ان المحافظه على لقب دوري ابطال افريقيا يا كابتن اسلام الموسم الثالث على التوالي امر صعب للغايه، يعني مش سهل خالص. احنا هنلاعب سان داونز للمره الثالثه على التوالي، المره دي في دور المجموعات يعني على تاني، يعني هنا بقى في نظام تجميع نقاط مش نوك اوت زي السنتين اللي فاتوا. المريخ والهلال طبعا حتى مع كامل الاحترام للظروف بيمر بيها، ولكن يبقى طبعا انديه كبيره واسماء كبيره، وشفنا حتى مباراتنا مع المريخ السنه اللي فاتت في العوده كبيره واسماء صعبه جدا. وحتى احنا اتعادلنا في الدقيقه 90 بجون ياسر ابراهيم. اتمنى على المستوى الشخصي ان يعني الاشقاء في الناديين طالما ان هم اكيد في بعض المشاكل في موضوع اللعب داخل السودان، وان كان في بعض الاخبار اللي بتقول ان نادي الهلال منتظر وفد لجنه من الكاف في شهر يناير عشان يعملوا يعني متابعه لحاله الملعب بشكل اخير. بس نادي الهلال والمريخ الحقيقه من الانديه المحبه الحقيقه والجمهور طبعًا. السوداني طبعًا. جمهور محب للجمهور المصري وان شاء الله تبقى الامور جيده واللي يحصل يحصل، ما عندناش اي مشكله في اي حاجه ان شاء الله. يعمل اربع ماتشات في مصر تبقى الدنيا حلوه يعني الناس كلها. طيب على الجانب الاخر برضو انت شايف المجموعات كلها ازاي يا طبعا اصعب مجموعه مقارنه بباقي المجموعات مجموعه النادي الاهلي. انت بتتكلم ان النادي الاهلي وصن داونز والهلال والمريخ يعني طبعا مجموعة صعبة جدا، بس أنا شايف إن مواجهة سان داونز في المجموعات أفضل ما تواجهه في دور الثمانية وتعب الأعصاب اللي بيحصل كل مرة السنة اللي فاتت. طبعا الأندية كبيرة طبعا يعني، بس لما تقابله في دور المجموعات يعني إيه بتتجنبه في دور الثمانية شوية يعني، فدي بتبقى كويسة نوعا ما. الهلال والمريخ طبعا فرقتين بيمروا بعدم استقرار تغيير مدربين فنيين، ولكن مشكلة اللي هي الملعب دي ممكن تأثر عليهم شوية إن شاء الله يعني إيه يجوا يلعب في القاهرة بإذن الله. المجموعه الثانيه الرجاء وحريه الغيني ووفاق سطيف وامازون. قوي قوي دي
مجموعة قوية جدا، وامازولو هو الحصان الاسود. صحيح. يعني امازولو ده بيدربه مكارسي، وفرقة كويسة جدا، ودايما الفرق بتاعة جنوب افريقيا دي بتلعب كرة سريعة. نعم. بتتحول من الدفاع للهجوم بشكل كويس. حرية الغيلي بيلعب فيها سليف كولوبالي اللي كان بيلعب في النادي الاهلي ايام كارتيرون لما كان ماسكها، كان بيبقى مع كارتيرون في كل حته في الرجاء في فانا اتوقع المجموعه دي الرجاء الاول، الثاني هيبقى ما بين حريه وامازولو. لكن وفاق ستيف بيمر بحاله من عدم الاستقرار، ولكن طبعا يظل فرقه كويسه جدا برضو، ولكن بشوف ان هم بيمروا بحاله من عدم الاستقرار في الفتره الاخيره، والرابع على الدوري الجزائري. المجموعه الثالثه جالاكسي البوتسواني وشباب بلوزداد الجزائري والنجم الساحلي والترجي. طبعا ديربي، النجم ما كسبش الترجي ولا مره قبل كده في دوري ابطال افريقيا، وبيسعى للفوز الاول، وبيمروا بحاله برضو من عدم، خاصه اصابه نجمهم الكبير ياسين الشيخاوي بالرباط الصليبي، هتفرق معاهم كتير. شباب بلوزداد واحد من الفرق القويه جدا، واتوقع ان هو ممكن يكون تاني بعد الترجي لانه متصدر الدوري الجزائري وبيمر بحاله كويسه جدا، ولكن برضو مشكله الملعب ممكن تاثر عليهم شويه. المجموعه الرابعه الزمالك والوداد في نزهه، بصراحه يعني مجموعه سهله بالنسبه للاثنين. سجرادة فرقه بحامل اللقب بتاع الدوري الانجولي، ولكن ما فيش مقارنه ما بين الوداد والزمالك. اعتقد حامل لقب الدوري الانجولي. وبترو اتلتيكو بيمروا برضو بحاله من عدم الاستقرار، اعتقد ان والفرقتين عندهم مشاكل برضو في الملعب. اعتقد ان الزمالك والوداد في نزهه في المجموعه دي، اسهل مجموعه. لو تقدر هات لي الثاني المجموعات يا سمير لو سمحت. لو تقدر تقترح لي اثنين او تقول لي اثنين من وجهه نظرك كريم انت واحمد. المجموعه الاولى كريم، اعتقد يعني ان شاء الله يبقى النادي الاهلي متصدر، واعتقد سان داونز هيبقى هو الوصيف. المجموعه الثانيه اشوف ان الرجاء هيبقى متصدر، وامازولو ممكن يعمل مفاجاه وياخد المركز الثاني. المجموعه الثالثه اشوف الترجي وشباب الوزداد، يعني شباب الوزداد اعتقد هيبقى عنده قدره كبيره ومتصدر الدوري الجزائري في الوقت الحالي، وفرقه قويه جدا جدا، اعتقد ان هو هيقدر يتخطى النجم. والترجي طبعا يعني بعض الاخبار هناك في تونس بتؤكد ان الترجي هيبرم ثلاث صفقات قويه في يناير. هم دول يعني اللي هيخلوا الفريق شكله مختلف عن الوقت الحالي. وطبعا زي ما اتفق مع احمد تماما ان المجموعه الرابعه فعلا الزمالك والوداد في نزهه يعني خلال الست جولات، واعتقد ماتشين الزمالك والوداد هم اللي هيحددوا مين الاول ومين الثاني. انا احمد برضو انت قلت لنا انا نفس الكلام. بس وفاق ستيف امازولو وحريه، يعني ممكن حريه خبراته ترشحه برضو بعد الرجاء، رغم ان امازولو بتقدم كره كويسه. انا وجهه نظري في واحد من المريخ والهلال مع الاهلي. يا على سان داونز؟ اتفرجت على سان داونز؟ امتى يعني اخر مره؟ يعني انا شفتهم ممكن في بدايه الموسم يعني او اخر كمان دوري ابطال افريقيا اللي فات، بس نتكلم يا كابتن اسلام ما زال عندهم اعتقد 70%. انا بشوف ان دايما قوام الفريق معاهم. المريخ والهلال بتبقى فرق الحقيقه صعبه جدا جدا جدا، ما بتلعب بشكل جيد، وخصوصا مع تغيير المدربين الفتره اللي فاتت، ومعاهم مدرب سواء هنا او هنا معاهم مدرب جيد دلوقتي. ما نشوف عموما هي المجموعات كلها اعتقد ان هي واطحه باستثناء المجموعه الاولى. وده طبعا في الاعتبار الفرق عندها مساحه انها تجيب لعيبه جديده في يناير. طبعا فكره مدرب الهلال اللي هو البرتغالي جواو موتا ده، مانويل جوزيه كان بيدربه في سبورتنج لشبونه. هو قال كده ان جوزيه كان مدربي، وطبعا مواجهه الاهلي بالنسبه له بتبقى صعبه، فدي واحده. اما مدرب المريخ مدرب برازيلي، الاثنين لسه مغيرين. الهلال ميزته ان هو عنده سته من لعيبته في منتخب السودان عكس المريخ. فالهلال طبعا برده هيبقى منافس قوي اقوى من المريخ كمان يعني. تمام. طيب قبل بس ما نرجع نتكلم معاكم عن بعض الاسئله اللي هسالها لكم سريعه جدا فيما يخص النادي الاهلي وحصاد النادي الاهلي، خلينا نرجع مره تانية ونتكلم عن مفاجاه اليوم اللي اعلنا عليها من خلال قناه الاهلي. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم النهارده كانت عندنا مفاجاه قلتها لكم من شويه، لكن هقولها لكم مره تانية. عارفين طبعا ان النادي الاهلي هو اكبر انديه الافريقيه المشاركه في كاس العالم للانديه، وتاني الانديه عالميا من حيث عدد المشاركات. النادي الاهلي دايما او حصل مرتين على الميداليه البرونزيه خلال المشاركات السابقه في هذه البطوله. برضو حاجه او مش هي يعني الاساس دائما في كل انجازات النادي الاهلي هو سواء محليا او دوليا هو جمهوره العظيم. جمهوره العظيم اللي في الحلوه والمره دايما بيكون معاه. عشان كده الحقيقه قررنا النهارده انه من خلال برنامجكم البيت الكبير نعلن عن انطلاق مسابقة من خلالها هيتم الإعلان عن فائز أسبوعيا، فائز واحد أسبوعيا ولمدة شهر.
هيسافر معانا ان شاء الله ومع الفريق ويحضر المباراه الاولى في المونديال او مونديال الانديه المقام في ابو ظبي. والسفر هيكون طبعا شامل تذاكر السفر والاقامه الفندقيه وتذاكر الحضور المباراه او المباراه الاولى يعني. تقدر تتصل او تبعت رساله من موبايلك تتضمن رقم الاجابه الصحيحه للسؤال اللي هنشوفه بعد قليل الحقيقه على الرقم 1795 او من اي خط ارضي على رقم 0900 9500. خليني ابدا مع حضراتكم بالسؤال الاول اللي جايزته زي ما قلت لحضراتكم السفر والاقامه وحضور المباراه الاولى للنادي الاهلي مع مونتيري المكسيكي في مونديال العالم. السؤال هو: ما هو عدد المشاركات السابقة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟ رقم 1 12 مشاركة، رقم 2 6 مشاركات، رقم 3 4 مشاركات. حضرتك هتقدر تختار رقم الإجابة الصحيحة، يعني مثلا لو عايز الإجابة الأولى الإجابة 12 مشاركة يبقى هتختار رقم 1، عايز الإجابة 6 مشاركات هتختار رقم 2، الإجابة 4 مشاركات يبقى هتختار رقم 3. كمان حاجة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها وهي الشروط والأحكام الواجبة في هذه المسابقة، هوريها لحضراتكم دلوقتي على الهواء مباشرة. السن لا يقل عن 18 سنة، أن يكون الموقف من التجنيد معفي أو تم انقضاؤه، أن يكون الخط الذي تتصل منه ملكك، أن تكون حامل لجواز سفر، أن تكون حاصل على اللقاح. في حالة اختيارك وتم الاتصال بك مرتين ولم يكن هناك إجابة تفقد فرصتك في المشاركة. يمكنك التنازل عن الجائزة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى لمن تنطبق عليه الشروط الكاملة. دي الشروط والأحكام الخاصة بهذه المسابقة، ودائما ننتظر طبعا خدوا بال حضراتكم كل ما يخص او كل الاجابات اللي حضراتكم بتعملوها على السوشيال ميديا على اي صفحه من صفحات قناه النادي الاهلي لن تكون مجديه. لو حضرتك عايز تكسب اتصل على الرقم اللي كنا قايلينه لحضرتك 17 او 19 كام؟ حد يقول لي يا شباب كام؟ المهم الرقم اللي احنا هنقوله لحضراتكم دلوقتي 1795 او 0900 9500 لو من اي تليفون ارضي، بس من هنا بس هنقدر ناخد الارقام او هنقدر ناخد الفائز. طب هناخد الفائز امتى يا كابتن اسلام؟ هناخد الفائز امتى ان شاء الله؟ يوم الاربعاء القادم على الهواء مباشره هيكون معانا فائز، ومش هيكون كريم سعيد ولا احمد ثابت علشان بس نبقى واضحين من دلوقتي، مش هيكون كريم سعيد ولا احمد ثابت، هو هيكون نعم احنا الاسبوع اللي ورا ولا الاسبوع اللي ورا شروط المسابقه جايه علينا بالظبط. فاللي عايز يتصل على 1795 او اي او من اي خط ارضي على رقم 0900 9500، اتصلوا بقى علشان يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله نختار من سيكون الفائز الاول ان شاء الله للسفر مع قناه النادي الاهلي عشان مشاهده مباراه الاهلي ومونتيري المكسيكي، اولى مباريات كاس العالم للانديه ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون مشاركه رائعه للنادي الاهلي ولجمهوره العظيم اللي هيكون متواجد في هذه المباريات. ناخد الست اسئله ولا السبع اسئله؟ سبعه صمم انت على السابع، ما هو السابع ده اهم سؤال بيني وبينك يعني. طيب نبدا بلاعب الموسم في الاهلي السنه دي 2021 في عام 2021 كريم لي ولا ليك؟ ثابت بالنسبه لي لاعب الموسم بيدبسك على فكره شفت قال لك ثابت هو في لعيبه يعني برضو ده اراء واحنا كل اللعيبه نجوم يعني، بس انا شايف على مدار العام احنا حققنا دوري ابطال افريقيا، حققنا 2 سوبر افريقي، حققنا برونزيه كاس عالم. انا وجهه نظري لاعب العام حمدي فتحي. ليه حمدي فتحي؟ احنا بدانا الموسم كنا بنلعب 4-2-3-1، لما جه حمدي فتحي وتم توظيفه في اللي هو الليبرو المتقدم اللي هي بقينا بنلعب 3 بسبب نجاح حمدي فتحي في المكان ده. فطريقه لعب النادي الاهلي في عام 2021 اتغيرت من 4-2-3-1 ل 3-4-3 بسبب وجود حمدي فتحي. بصراحه قدم مباريات كبيره جدا، اعتقد ان هو لعب اغلب المباريات، وجوده مع المنتخب حتى لما راح دلوقتي ووجوده في المركز ده
اللي هو الارتكاز الدفاعي، وبرده مع النادي الاهلي اعتقد ان حمدي فتحي لا بصراحه قدم موسم يعني يستحق عليه التحيه. قبل ما اروح لكريم، اسمي علاء وانا من عشاق، لو انا قلت علاء ولا الفا، هو اسمي علاء وانا من عشاق الاهلي وقناته وبنام واصحى عليها، وبحب ثابت وكريم جدا وبحبك جدا يا كابتن، اشكرك جدا، انا بتنفس اهلي. ماشي يا علاء. محمود بيقول الفريق كله هو احسن لاعب، ولكن بشوف دايما في الماتشات اي واحد من الثلاثه دول أفشة سولية ديانج يغيب عن الاداء فالمجمل بيتاثر. عمرو السولية ومحمد شريف ده مايكل جورج او ميشيل جورج. محمود خليفه بيقول افضل لاعب خط وسط في الاهلي هو السولية وحمدي وديانج، او بيقول خط وسط الاهلي هو الافضل. كريم. والله يا كابتن اسلام، في لعيبه كتيره قدموا السنه دي يعني جهد كبير، وانا حتى مبسوط بهذا الكم من اراء الناس في عمرو السولية على وجه التحديد، لان عمرو السولية كنت دايما بشوفه ان هو جندي مجهول في الفريق، لكن انا على المستوى الشخصي بصراحه هختار اكرم توفيق، لان اكرم توفيق في وجهه نظري عمل اضافه كبيره للنادي الاهلي السنه دي في الجانب الايمن، وقدر النهارده ان هو يعني يعمل جهد كبير جدا سواء على الشق الهجومي او الدفاعي. وبصراحه الريتنج بتاع اكرم توفيق في كل المباريات، في كل المباريات استحاله يقل عن 8 من 10، استحاله. اكرم توفيق في كل مبارياته مع النادي الاهلي لو حد بيدي درجات استحاله يديله درجه اقل من 8 بسبب الجهد اللي هو بيقدمه سواء على الشق الهجومي او الشق الدفاعي. طبعا كل اللعيبه في القائمه بصراحه قدموا مجهودات جميله، لكن انا بشوف ان اكرم توفيق في وجهه نظري الشخصيه هو لاعب عام 2021 في النادي الاهلي. كريم سعيد بيقول ان اكرم توفيق هو افضل لاعب للنادي الاهلي في 2021 او في موسم 21. احمد ثابت بيقول حمدي فتحي هو افضل. حضرتك انا انا راجل محايد، انا بس انا اسال بس. رقم 2 احلى هدف للنادي الاهلي في 2021. احلى هدف بالنسبه لي لا استنى بقى عشان انا عايز كريم اللي يقول. خليه هو الاول. طبعا انا في وجهه نظري الشخصيه احلى هدف للنادي الاهلي في السنه اللي بتنتهي خلال ساعات او خلال يومين جايين دول هو هدف محمد شريف، الهدف التالي في نادي الزمالك بسبب الرابونه بتاعه عمرو السولية. عمرو السولية الرابونه بتاعه عمرو السولية في وجهه نظري هو ده احلى هدف في السله، هدف يعني كوكتيل مهارات كل حاجه حلوه فيه. عمرو السولية مش ممكن يعني مش ممكن لاعب في مباراه مهمه زي كده ياخد قرار وينفذه 10 من 10. ومحمد شريف بص يا كابتن اسلام هنا يعني هو بعيد جدا جدا عن مدافعي نادي الزمالك، بص ازاي سرق الاوفر عالمي اصلا مش مالي وبينك اوفر عالمي سرقوا يعني سرقوا لا الاوفر عالمي كمان يعني صعب قوي ان الواحد وهو في العادي يعمل اوفر زي ده. لا وكمان محمد شريف حطها في العكسيه لجن اللي ابو جبل صعب يعني ممكن الناس تشوف الكره سهله، لا هي بالنسبه للحارس لو نشوف دي لو راحت على شمال ابو جبل يصدها، دي لو في الضيقه سهله جدا يصدها، انما هي راحت على العكسيه فكانت فعلا خادعه له، وبالتالي الهدف يعني مسلسل الهدف كله بصراحه جميل، وفي وجهه نظري ده احلى هدف للنادي الاهلي في 2021. احلى هدف برضو هدف محمد شريف في الزمالك بصراحه، الاسيست بتاع عمرو السولية ده يعني الصحف العالميه اتكلمت عنه بعد الماتش، وخاصه كمان في الديربي قدام نادي الزمالك، يعني لا هدف بصراحه تاريخي بالنسبه لي برضو، احسن هدف هو هدف محمد شريف. ممكن اقول لك انا؟ طيب اتفضل. طبعا ولا بلاش؟ لا بس قول لاعب الموسم الاول. لا لا مش هقول لك، عرفت السؤال ده يا سيدي فوت فوت. لا 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 بس انا لاعب الموسم ده هقعد افكر فيه. أيوة لكن ده واضحه بالنسبه لي انا واضحه يعني. انا بقى بقول هدف اليو ديانج اللي هو الرابع. الرابع الشوطه جميل اللي هو الركن، لانه الاوفر يعني دي لعبه متفق عليها اتلعبت صح، وقفت تحت رجله صح، وهو واقف حطها صح، فرقت في نتيجة المباراة في الوقت ده تحديدا، فغيرت جملة تكتيكية كمان. جملة تكتيكية وجهة نظري يعني. طبعا عبل مسامير جبالي السمير ايه بيحب احمد وكريم اكتر مني فبيجيب لهم اللي هم عايزينه. هو جاب على طول. بص الكرة يعني بص لو اتعادت يعني عالمية وجهة صحيح. نظري الاعادة مبينها احلى احلى الهدف يعني بص الهدف عامل ازاي. الاوفر قفشه حاططها على رجله واقفه تحت يعني ما تتعملش احلى من كده صحيح بجد. بس طبعا هي بيني وبينك لو عمرو اللي كان عاملها وهي عمرو السولية كان عاملها وهي واقفه بالرابونه راحت لاليو دينجو وحطها كده كانت هتبقى احلى يعني. بص يعني جمله حلوه لعيبه النادي الاهلي خطفوا
لعيبه نادي الزمالك كلهم داخل المنطقه، وبالتالي المساحه اتفرغت لأليو ديانج. راحه بالراحه ولطيفه يعني حلوة. وصعبه حلوة. وكل حاجه. طيب احلى تصدي للاهلي في عام 2021 بالنسبه لي احلى تصدي في بصراحه الشناوي شال كتير يعني بس بس احسن تصدي ممكن يكون اللي هو ضربه الجزاء بتاعه بالميراس الاخيره من فيليب ميلو. دي ضربه جزاء ادتنا برونزيه كاس عالم بالنسبه لي احسن. ايوه هي دي. قدام فيليب ميلو التصدي ده انا شايفه احسن تصدي لانه ادانا برونزيه كاس عالم. كريم مش عارف اللقطه اللي انا هقولها دي موجوده معانا ولا لا، بس اتمنى يكون الشباب جابوها. تصدي لمحمد الشناوي في ماتش المريخ السوداني اللي كان هنا في القاهره 3-0. في تصدي صدى الكوره برجله، الفيديو بتاعها اسطوري اللي هي الدبل. مش ممكن مستحيله يعني سرعه رد فعل كابتن اسلام يعني خرافي صراحه. التصدي ده انا في وجهه نظري يعني ممكن اكون اقارنه بتصديات لعصام الحضري. يعني عصام الحضري كان وهو بيلعب كان عنده تصديات فعلا غريبه، خدها من دروجبا مثلا في امم افريقيا 2008. التصدي بتاع محمد الشناوي ده في الكوره دي اتمنى حتى يعني عشان ممكن الحقوق مش معانا يبقى الساده المشاهدين يشوفوه على اليوتيوب. تصدي حضرتك اعجازي تصدي بتحتاج امراجع. لا محتاج امراجع يعني انا اقعد اذاكر يعني لكن الحاجات دي مش يعني ما اعرفش مش فاكر تصدي بس انا عندي. لا هبقى اقول لكم بس احلى مباراه للاهلي في عام 21 احلى مباراه بالنسبه لي مباراه الزمالك اللي هي 5-3. 5-3 كريم وانا برضه 5-3. 5-3 وليه؟ عشان النادي الاهلي فعلا سكواد نادي الزمالك سكواد قوي طبعا، فرقه قويه جدا، وانك تكسب الفرقه دي تحط فيها 5 اهداف في 69 دقيقه حاجه تخلي الجيل ده من النادي الاهلي مبسوط. دي بتتسجل في تاريخك ان انت الفرقه دي قدرت تحرز فيها 5 اهداف في خلال اقل من 70 دقيقه. فطبعا ده في وجهه نظر الشخصيه اتفق مع احمد، دي احلى مباراه للنادي الاهلي في 2021. تمام. طيب خلينا نروح لاحسن لاعب صاعد في الاهلي عام 2021. احمد عبد القادر. طبعا احمد عبد القادر عمل موسم كويس قوي ان هو لسه واصل بس هو عمل موسم كويس مع سموحه وكان سبب تألقه مع سموحه عودته، ودي نجاح الاعاره وشطاره الاداره ان هي تخرج لعيب زي احمد عبد القادر اعاره ويرجع لنا. لا بصراحه انا شايف ان هو احسن لاعب بروميسنج يعني ان شاء الله يبقى احسن لاعب في مصر باذن الله. كريم اتفق مع احمد تماما ان احمد عبد القادر فعلا هو افضل لاعب صاعد في الوقت الحالي في النادي الاهلي، موهبه رائعه جدا. اتمنى بقى على المستوى الشخصي طبعا احنا احمد عبد القادر سامع اشتراكي تاجي، اتمنى ان احمد عبد القادر يحاول يطور من الشق البدني عنده عشان الحته الدفاعيه. اتمنى نقطه مهمه جدا جدا لازم يشتغل عليها ويقدر يعمل ترانسفورميشن لجسمه، يعمل تحول لجسمه ويعني باين ان الكتله العضليه في جسمه زادت لان اعتقد دي هتفيده طبعا مع مباراه النادي الاهلي في افريقيا او حتى طبعا عشان منتخب مصر فيما هو قادم يعني ان شاء الله. لقطه العام في الاهلي عام 2021 احسن لقطه لعام 2021 طبعا لقطه كابتن الخطيب مع اللعيبه لما حطوا له الميداليات في السوبر الافريقي قدام نهضه بركان. لقطه كانت لقطه حلوه جدا طبعا. لقطه تدرس طبعا. يعني بصراحه وتكريم لمجهوده مع الفرقه بصراحه راجل يعني هو من احسن رؤساء الانديه اللي مسكت النادي الاهلي يعني ممكن يكون يعني ينافس على احسن رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي بصراحه. كريم اتفق برضه نفس اللقطه، اللقطه كانت جميله جدا وبتعبر ازاي اللعيبه بيشكروا رئيس النادي على كل المجهود اللي عامله. كابتن خطيب الامانه بيتعامل احنا عارفين كابتن خطيب كلنا بنتعامل معاه ما بيتعاملش مع حد ان هو رئيس نادي الاهلي، بيتعامل ان هو يعني واحد من المنظومه وبيسهل الامور وبيساعد الكل. فاعتقد اللعيبه في اللحظه دي يعني طلعت منهم اللقطه بشكل عفوي جدا، فاعتقد دي فعلا احلى لقطه للنادي الاهلي السنه دي. طيب اخر حاجه ودي اهم حاجه اعتقد هي لقطه نعم الدعم الجماهيري. افضل لقطه لدعم جماهيري في النادي الاهلي هذا الموسم. والله انا محتار ما بين لقطتين يعني اللقطه الاولانيه احسن لقطه لما كنا خسرانين متعادلين في مباراه غزل المحله 2-2 والجمهور قاعد يقول بالروح بالدم الماتش مش هيروح وتعادلنا في الدقيقه 92 في المباراه دي تعادلنا في الدقيقه 92 او 93 وبعدين جبنا جون الفوز اللي هي الضربه الثابته لعلي معلول بسبب الروح دي. طب اسمع Yeah.
الصوره الثانيه. ايه الصوره الثانيه بقى بعد اللي هي فيها اللي هي الصوره بتاعه بعد جون هدف طاهر محمد طاهر اللي هو في السوبر الافريقي؟ هتلاقي ان في صوره كده كانت طاهر واحمد عبد القادر بيحتفل كده، هتلاقي فيه الاطفال. الصوره دي بتجمع ما بين الاطفال والناس الكبيره والشباب يعني صراحه. لا دي ممكن ودي علمه حب الاهلي من الصغر، حب الاهلي من الصغر. لا انت تبقى مطمن على الجيل القادم في النادي الاهلي طبعا بصراحه يعني. بجد من احسن المنظر ده بصراحة. انت بص الولاد الصغيرين والبنات الصغيرين عاملين ازاي، فانت تبقى مطمن. وبعدين دي اجيال مختلفه، فبتبقى مطمن على اجيال النادي الاهلي القادمه يعني. الاهلي في القلب. وصل لي برضو مفاجاه دلوقتي معانا اراء كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ في الاختيارات دي. حلو جدا. فانا كريم بس يكمل سامي. كريم يكمل الاول السؤال. طب ما تيجي انت ولا ماشي؟ خلينا كريم. انا بالنسبه لي احلى لقطه الدعم الجمهور السنه دي، الدعم اللي حصل بعد خساره الدوري، بعد ما خسرنا الدوري وكانت يعني لحظه صعبه ان احنا كنا متصدرين الدوري لاسابيع طويله، بس كان عاجبني ان جمهور النادي وقف وساند الفريق، بس طبعا ان هو حسه ان الفرقه كانت مجهده. وطبعا احنا كان عندنا اخطاء بكل امانه، مع طبعا وجود من اخطاء تحكيميه في عدد من المباريات، ولكن احنا شلنا المسؤوليه في الاخر، وحسيت ان جمهور الاهلي وقف مع الفريق وتعدينا وتجاوزنا المحنه دي، وان احنا كنا متصدرين الدوري لاسابيع كتيره كنا منتظر. طبعا احنا كان عندنا ماتشات مؤجله نرجع يعني ناخد المركز الاول بسهوله جدا، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. بس كان عاجبني ان المنظومه وجمهور النادي الاهلي ما ارضاش ان هو يعني يخلي المشكله بتاعت الدوري تاثر على فرحه دوري ابطال افريقيا. كابتن سامي. كابتن سامي قمصان اختياراته للسبع اسئله: لاعب الموسم في الاهلي مختار كابتن محمد الشناوي، احلى هدف بالنسبه لكابتن سامي قمصان مختار هدف محمد شريف في نهضه بركان اللي هو اللفه الشوطه اللي هو في السوبر الافريقي. اختار احلى تصدي للاهلي، تصدي الشناوي امام بالميراس اللي هو في ضربه الجزاء الاخيره. احلى مباراه للاهلي من وجهه نظره مباراه الاهلي والاسماعيلي 4-0 اللي هي في الدوري. في الدوري اولى مباراه الدوري السنه دي. احسن لاعب صاعد احمد عبد القادر. لقطه العام بالنسبه لكابتن سامي قمصان لقطه كابتن الخطيب بعد ماتش الجونه لما نزل لهم الملعب بعد خساره الدوري. بس ما تمام. احسن مسانده للجمهور مختار لقطه جمهور الاهلي لما ساندهم بعد خساره الدوري. أوكي. جمهور الاهلي. اوكي ده كابتن. كابتن سامي تقريبا دماغه قريبه شويه من دماغي فيعني ماشي. احنا جيل واحد اصله، خلي بالك انا وسامي. كابتن سيد ما جيل واحد برضه. كابتن سيد هتشوف. كابتن سيد هو اصغر مني برضو عشان اقول الحق، وسامي اصغر مني. كابتن سيد اصغر بسنه تقريبا. اصغر بسنه وسامي اصغر بسنه، مش كتير يعني. افتكره يعني. لاعب الموسم بالنسبه لكابتن سيد عمرو السوليه. احسن هدف هدف طاهر محمد طاهر في الرجاء اللي هو في السوبر الاخير. السوبر الاخير. احسن انقاذ ركله الجزاء برضو بتاعت بالميراس اللي هي لمحمد الشناوي. احسن لاعب صاعد احمد عبد القادر، تقريبا كلنا اتفقنا على حكايه احمد عبد القادر. مختار بقى احسن مباراه ايه؟ مباراه الاهلي والترجي 1-0 برادس اللي هي كانت بتاعت محمد شريف. مختار ان دي احسن مباراه. لقطه العام مختار الميداليات بتاعت كابتن الخطيب في مباراه السوبر الافريقي اللي احنا قلناها. واحسن دعم احسن مسانده جماهيريه في عام 2021 مختار جمهور الاهلي في المحله بعد الهدف التعادل برضه. ده كابتن سيد عبد الحفيظ. انا بقول لك احنا كله تلاقي اصل خلي بالك هي لقطات تبدو كثيره ولكنها لان النادي الاهلي وجمهوره الحقيقه في كل اللقطات هتلاقي دايما في كل ماتش هتلاقي دايما في حاجه بجد والله. صحيح. ممكن تلاقي طفل قاعد على جنب بيعيط، بتلاقي في ماتش وماتش انت كسبان 4-0 الاسماعيلي تلاقي فرحه رجل كبير في السن هي اللي عامله الموضوع. ففي الاخر هو جمهور الاهلي دايما عنده لقطه الحقيقه في كل مباراه فيستحق الحقيقه. في نقطه بالنسبه لاختيارات اللعيبه، لو تلاحظ ان مفيش حد فينا اختار حد، ده دليل ان اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله ممتازه يعني. الشناوي، حمدي فتحي، اكرم توفيق، السولية، حتى ديانج، فمفيش حد فينا استقر على اثنين. حتى ديانج ماشي. فكله مستقر على كذا لاعب. ما احنا يعني كنا المفروض كنا نتفق قبل ما نخش ونتفق مع سامي مع كابتن سيد وكابتن سامي ان كل واحد يختار واحد بحيث نبقى خدنا الفرقه كلها. لكن الحقيقه الفريق بالكامل الحقيقه استحق هذا الموسم. كابتن سيد نفسه يستحق ان يكون واحد من الافضل خلال هذا الموسم. كابتن سامي يستحق ان يكون واحد من الافضل. لا كابتن خطيب ده في حته ثانيه. ما اصل هتقعد تتكلم مع كابتن خطيب هيقول لك اصل انت بتعمل وبتخلي وبتاع، فكابتن خطيب في جزء ثاني. وخليني ابص اقول لك ان هو خصوصا الناحيه الاداريه خلال هذه الفتره اثبت بما لا يدع فيه مجالا للشك ان هناك فارق كبير جدا
لانه خلي بالك كل لعيبه الكوره كل لعيبه الكوره كان املهم في الكابتن خطيب، لانه قبل كده حصل 3 4 مش عايزين نقول اسماء لم ينجحوا في اداريا في كلاعبين لكره القدم، ولكن الكابتن خطيب مع الفارق الكبير طبعا اعاد هيبه لاعب كره القدم لكيفيه الاداره الحقيقه من خلال وجوده في النادي الاهلي ورئاسته للنادي الاهلي لاربع سنوات. وانا لما تسالني افضل لحظه ليك السنه دي بالنسبه لنا ايه، لحظه لان كنت انا عارف حاجات قبلها كتيره بتحصل، فدي بالنسبه لي اللحظه دي، وخصوصا قبل الحفله الاحتفال بالنجمة العشرة لما كابتن خطيب أعلن أنه سوف يترشح لرئاسة النادي الأهلي في الأربع سنوات اللي كانوا اللي هو كان الانتخابات الأخيرة، لأن أنا عارف أن كان قبلها بثلاث أربع أيام يعني حاجات كتيرة جدا مش هينفع أقولها، لكن في الآخر اللحظة دي بالنسبة لي كانت لحظة مهمة جدا. فكابتن خطيب في حتة تانية يعني في جزء تاني، مش بالنسبة لي على فكرة، بالنسبة لي كلاعب، بالنسبة لي كأسطورة، بالنسبة لي كمذيع، بالنسبة لي كشخص أخلاق يعني عمرك زي ما كريم قال أنت بتحس إن هو دايما واحد منك، واحد يعني صح. أنا لما بشوفه كابتن وبقعد معاه أخويا الكبير يعني كده يعني مش حد تاني. فأنا الحقيقة كل الحاجات اللي أنتوا اخترتوها دي هي تستحق الـ كلها مظبوطة، كلام كابتن سيد مظبوط، كلام كابتن سامي قمصان مظبوط أيضا، لأنه في النهاية ان هم مسؤولين وشايفين اللي بيحصل قدامهم ويستحقوا الحقيقه كل الدعم، وموسيماني يستحق كل الدعم خلال الفتره اللي جايه. وزي ما سمعتوا حضراتكم في الاول، هو موسيماني لو تفتكروا في ناس كتيره برضو قالت هذه الجمله، موسيماني قبل مباراه في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الرجاء قال ايه؟ قال يا جماعه الناس فاكره ان احنا هنكسب سهل وبتاع، ما يعرفوش ان انا الفريق بتاعي لم يكتمل من 25 يوم، واللعيبه جت لي امبارح واتمرنوا معايا النهارده وهنلعب بكره. نفس الموضوع بيحصل مع موسيماني في كاس العالم للانديه. خدوا بالكم من الكلام ده كويس جدا جدا جدا، عشان لما نيجي نتحاسب مع المدير الفني ومع اللاعبين نقدر نتحاسب ونقول لا في واحد اثنين ثلاثه اثر بشكل سلبي او ايجابي، ونشوف اللاعبين حقهم ايه والمدير الفني حقه ايه. دي وجهه نظري فيما هو قادم. انت عايز توريني لقطه؟ سمير عايز يوريني لقطه، وريني يا سمير اللقطه. حاجة جميلة جدا الحقيقة، ونختتم بهذه اللقطة الجميلة اللي كلها بنحبها. أنا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا. شكرا، بتسلم، كل سنة طيب. نشوفك السنة الجاية إن شاء الله. السنة الجاية على طول هنشوفك. شكرا شكرا جزيلا يا أحمد على وجودك معانا، ونشوفك السنة الجاية إن شاء الله. شكرا لحضرتك كابتن إسلام، وكل سنة حضرتك طيب، وكل سنة والسادة المشاهدين بخير إن شاء الله. 2022 تكون سنة خير كلها، وفي انتصارات وسعادة وخير وصحة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم في العام القادم، العام القادم ده اللي هو يوم الأحد إن شاء الله، أشوف حضراتكم على خير وكل عام وأنتم بخير، والسنة اللي جاية تبقى أفضل كمان من السنة دي. أشوفكم على خير وأشكركم، وإن شاء الله نلتقي يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس.